شوف الآن احنا عدنا حكم شرعي قديم من أيام النبي صلى الله عليه وآله، من أحيا أرضا مواتا فهي له. تطلع انت الصحراء وتحيي أرض تزرعها إلك، من أحيا أرضا مواتا فهي له، لأن هذه أرض ليست ملكا لأحد. طيب هذا لما كان في الزمان القديم يزرعون الأرض ويحرثونها بالأدوات البسيطة، محراث وسماد. الآن إذا واحد يريد يحيي أرض، لو افترضنا أن إنسان يقدر خلال يوم يحيي إلى 10,000 متر، يعني يملكها الأول شقد يقدر يحيي؟ يقدر يحيي 100 متر 200 متر فهي له. الآن لو استطاع عند عمال وشركة وأجهزة واستطاع أن يبذر ويزرع الأرض ولو ببذور، نعم، خلال يوم واحد 10,000 100,000 متر، هل يملكها؟ لا. لماذا؟ لأن الملكية الفردية هنا ستكون على حساب الملكية العامة، سيحرم المجتمع من بقية الأرض لأنه أخذ أرضا واسعة من ملك المجتمع. وإلا إذا نفتح هذا الباب 10 زناجين، ها، يحيوا القطيف كلها ويأخذوها في يوم واحد، صح لو لا؟ بالنتيجة إذا فتح هذا الباب، من أحيا أرضا مواتا فهي له، تجيك 10 شركات تحيي المنطقة الشرقية كلها في خلال يوم واحد، ما يصير. إذن ليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة، بل من أسس المذهب الاقتصادي الإسلامي الملكية المزدوجة، يعني الملكية الفردية المحاطة بالملكية العامة. زين.